أكو تاريخ يعني كلش يألمني، يعني يوم كان يعني بالنسبة لي أسود، ويوم أتمنى ما يتكرر، مو بس علي، ما يتكرر على يعني جميع الأصدقاء والأخوة والأحبة. كان يوم كلش مو حلو، أتمنى ما يتكرر. يعني موضوع حزن أعتقد، لأنه أشوفك ملامح الحزن بدأت تبين عليك. نفسي أعتقد هو اللي ببالي، فقدان بنتك الأولى الله يرحمها. فقدان بنتي، وإن شاء الله يا رب ما يتكرر على أي شخص، لأن كسرني هواي وأخذ من عمره هواي، يعني أذاني. شلون فقدتها مهند؟ إيش قد كان عمرها؟ شنو اللي صار وياها؟ كان عمرها سنتين، و يعني بسبب حادث مؤسف وراحت. حادث سير، خطأ طبي لو شنو؟ لا حادث يعني داخل البيت، يعني حادث داخل البيت وراحت الكفتوة. وإن شاء الله يا ربي الله يرحمها ورحمته الأربعة. راسها. و بيا تاريخ هذه كانت شو وقت؟ 14/8/2015. كان عمرها سنتين؟ كان عمرها سنتين، ويعني كل لحظة تمر علي إنه أحس يعني هسه من حكينا بيها كأنما إنه يعني هسه صار الحادث. يعني أخذت مني هواي، يعني أنا وصلت مرحلة 6 أشهر أنا ما أعرف شلون عدى يومي، يعني ما جاي أتذكر بهاي الـ6 أشهر أني شلون تجاوزت هذه المرحلة؟ يعني الأهل والأصدقاء كانوا قريبين علي، ولين تعرف ياسر أول طفلة إلي، وبعد 5 سنوات ما عندي أي شيء. وإجتني مريم الله يرحمها، الله يرحمه. وورا هاي الـ5 سنوات أنت من تنتظر طفل فارغ الصبر، وبحادث لا هي مريضة لا هي يعني بها شيء، يعني حادث يعني ما متوقعة، يعني مو على البال ولا على الخاطر. يعني تخيل الباب مال البيت يوقع، يعني مش يعني ف يعني تدمرت. واول طفله الي، فاخذت مني هواي، اخذت من صحتي، اخذت من عافيتي، اخذت من بيتي هواي. يعني يعني بدي احكي لك مو بس انا، يعني اهلي، والدتي، والدي كلش انكسروا، ما جا ننساها. يعني ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، يعني هذه تعتبر هي ممكن من الأشياء اللي تمر على أي واحد بينا، مو متوقعة. صحيح أحيانا احنا دائما لما نفكر بالموت نقول أنه هذا الشخص لربما عمره كبير، يعني هذه سنة الحياة وكذا، بس ممكن تكون مع الطفل، ممكن تكون مع الشاب، ممكن تكون مع أي واحد، وأسباب الوفاة والفقدان كثيرة. الله يرحمها برحمته الواسعة. وأنا آسف جدا أنه استذكرنا هذا الموقف أو هذه المناسبة، رغم أنه هي أليمة على حضرتك.